تحت شعار بوحدتنا انتصرنا للبناء توجهنا وبمشاركة 170 شركة و22 دولة يفتتح معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية على أرض معرض بغداد الدولي القمار. جيش العراق إليك ألف تحية تستفك الزهر الندي وتشتنى. حمل الفرات إليك نخيله ومشى بدجلة جرفها والمنحنى. يسرنا باسمكم جميعا دعوة ممثل القائد العام للقوات المسلحة المحترم معالي رئيس أركان الجيش الفريق الأول ركن عثمان الغانم المحترم ليلقي بيننا كلمته. يتفضل مشكورا. إن دلالات إقامة هذا المعرض الكبير هي مناسبة طيبة لتعزيز رسائل السلام التي يحملها العراق للعالم، وتجسيد حي على إعادة الإعمار التي تنتهجها حكومة العراق دليلاً للمرحلة المقبلة. إن هذا المعرض دليل على انفتاح العراق ورغبته في الاستفادة من خبرات الدول والشركات المشاركة في هذا المعرض، وننتهز هذه الفرصة لنؤكد مسعى الحكومة العراقية المستديم بفتح أبواب مشرعة أمام الشركات للاستثمار وإعادة الإعمار وتطوير القدرات الدفاعية للمنظومة الأمنية العراقية. المعرض اليوم دليل على مشاركة علمية واسعة لتبادل الأفكار والخبرات والآراء في مجال تطوير المنظومات الدفاعية والصناعات الحربية، خصوصاً أنه الشركات الصناعات الحربية العراقية بدأت تتنفس النور. فرصة الوحيدة أنه مع هذه الدول المشاركة، مع خبراتها، مع الشركات، أن نتبادل ما يجري الآن آخر التطورات في العلم العسكري في مجال المنظومات وفي مجال الأسلحة، لأن تعرف أنه الأسلحة تتطور، إذن يجب أن تكون هناك منظومات دفاعية متطورة لمجابهة هذا التطور. بالتأكيد الاطلاع على ما توصلت إليه الشركات والدول في مجال الصناعات الحربية والتجهيزات أكيد راح ينطي إضافة، أن نطلع، أن نتعاون مع هذه الشركات، أن نتعرف على ما توصلت إليه، بالتأكيد خبرات إضافية لقواتنا المسلحة. المعرض عبارة عن تظاهرة علمية لنقل وتكنولوجيا ما تنتجه هذه الشركات وهذه الدول من بلدانها إلى العراق في هذا المكان بالذات. أن هذه المعارض تضيف لنا وتضيف خاصة لوزارة الدفاع من خلال قدرات صنوفنا في وزارة الدفاع القادرة على إنتاج وتطوير المنتوج الحربي. مشاهدينا، أثناء جولتنا في معرض الأمن والدفاع وجدنا شركات، هناك شركات حصرية أمريكية هي خاصة لوزارة الدفاع،
ممكن أن تدخل في جانب التدريب البدني مثل هذه الأجهزة التي تدخل في جانب الفتنس. أبقوا معنا. يعتبر معرض الأمن والدفاع الدورة الثامنة من المعارض المهمة اللي ممكن استفاد من عدها قواتنا المسلحة بالاستفادة من الخبرات اللي متيسرة اللي تأمنها الشركات اللي مشتركة بالمعرض. وقفت المطبوعات العسكرية من كراسات تدريبية وسجلات وكافة المطبوعات الأخرى وكذلك الأختام. أهم نقطة تحول أعتبرها لأن نبني جيش قوي ونوعي يعني يساعد على أن يطور نفسه بنفسه ذاتيا. بالتأكيد مثل هكذا معارض يسهم في الاطلاع أولا على ما آخر ما توصلت إليه هذه الشركات في مجال التسليح والأمن. النقطة الثانية راح يكون نقاش وجها لوجه دون وجود وسطاء، والنقطة الثالثة أيضا يسهم في عملية تطوير وبناء قابليات المؤسسة العسكرية. المعرض السنة يختلف عن السنوات السابقة، المعرض كبير، انعكاس الأمن والانتصار اللي حققتها المؤسسة الأمنية والعسكرية قواتنا المسلحة بالتأكيد ينعكس على طبيعة المشاركة. تشوفين عملية الإسهام وعملية المشاركة أوسع من العام، هذا دليل على أنه الأمن والأمان اللي يتحقق بالنسبة لنا هو يسهم في عملية البناء وعملية التطوير لمثل هكذا معارض. ممكن نطلع على أولا يعني الأسلحة والمعدات الحديثة، ممكن الاستفادة منها كقطاعات عسكرية. اليوم أعتقد مهم جدا مشاركة هذه الدول وأيضا الشركات العالمية الرصينة لنستكمل بناء قدرات القوات المسلحة بشكل جيد والاستفادة من الخبرات الموجودة لدى الشركات العالمية والدول. اليوم عملية العرض هي للحفاظ على الانتصار، وبالتالي تواجد كل القيادات الأمنية هو لرؤية آخر ما تم التوصل إليه على مجال الصناعة الأمنية والعسكرية، وبالتالي الاستفادة منه في عملية الحفاظ على النصر. احنا طبعا مجموعه شركات زيسكو جروب هي وكلاء، احنا مو فقط بس الدايوترك الكورية، عده وكالات، منها وكاله نيسان للسيارات الصالون، وكاله رينو صار الصالون، وكاله شاحنات اسوزو، وكاله فولفو للشاحنات السويديه المعروفه. عندنا مختلف السيارات، سيارات الدفع الرباعي الكبيره ممكن تستخدم في اجهزه مكافحه الارهاب، عندنا السيارات المصفحه، عندنا سيارات النقل الجنود وغيرها، وكلهم اختصاصية حقيقة مختصة لأغراض أعمال وزارة الدفاع، وهي مشاركة مستمرة من خلال معرض الأمن والدفاع نعتبرها مهم جدا. افتتاح هذا المعرض هو دليل واضح على دخول العراق في مرحلة جديدة في مجال التطوير والبناء للاستفادة من الخبرات العسكرية العالمية وتطوير القدرات العسكرية العراقية. من معرض بغداد الدولي لإعلام وزارة الدفاع، محمد الموسوي.